أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نحكم على من أراد من الناس، على من أظهر من الناس خوارق أمام العامة وجرت على يديه هذه الخوارق، هل نحكم بأنه من أولياء الله؟ وهل يجوز لنا أن نطلب منه الشفاء بإذن الله؟ أما أن نحكم عليه أنه من أولياء الله بمجرد الخارق، لا، حتى ننظر في أعماله، إن كانت أعماله صالحة وعقيدته سليمة فهذا من الكرامات. ولكن الولي الحقيقي لا يظهر هذا الشيء أمام الناس، بل يتواضع لله. الولي الحقيقي ما يستكبر بهذه الكرامة يعجب بها، بل إنه يستخفي بها غاية الاستخفاء ولا يظهرها أمام الناس، فإذا أظهرها فهو متهم. لكن انظر إلى عمله وما هو عليه، فإما أن يكون وليا لله وهذه كرامة، وإما أن يكون عدوا لله وهذه خارق شيطاني. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.